أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ومن يغفر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أخوتي في الله، نحن قد أتت هذه الجهة الكريمة لطلب يد كلمتكم إلى ولدنا عبد القادر على سنة الله ورسوله، ونحن ننتظر منكم الجواب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بسم الله نبدأ كلامنا، وعلى بركة الله اجتمعنا. أهلا بالأحبة هلا، كراما وطئتم سهلا، حبا وسلاما لمن أتانا، بأحلى الكلام نقدم الترحابا. أهل صميل من الخليل الإبا، أهل النخوة والمرجلا، نجتمع اليوم على البر والتقوى، لنشهر زواج ابنكم وابننا عبد القادر عزمي عبد القادر أبو علي، زين الشباب خلقا وفعلا، على بنتكم وبنتنا رغد هشام أحمد دغلس من برق العز والسؤددا، أحسن الأخلاق والنسب وحسبا ونسبا. أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا اليوم، وأقول موجها كلامي إلى العريس: يا عبد القادر اسمع نصيحتنا، نصيحة نبيك محمدا، قال: استوصوا بالنساء خيرا، فاستوصي يا عبد القادر ببنيتنا، وأمرها بالصلاة والحجاب والتقى، ولا تبخل عليها، وكن معها كريما جوادا كريما. وأقول لبنتنا العروس: طاعة زوجك أولا بعد طاعة الله وأحمدا، وليكن بيتك أمنا لعريسك وسكنا، واكرمي أهله والضيف أبدا. يا عبد القادر ويا رغد، إذ استمعتم لهذه النصيحة وطبقتموها، والله والله لتفلحوا في دنياكم وتسعدا، والله لتفلحوا في دنياكم وتسعدا. وأنت أخي العزيز العزيز شيخنا الكريم، طلبنا ابنتنا وقد أعطيناك إياها على سنة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيهما وعليهما، وجمع الله بينهما على خير وأسعدهما في الدنيا والآخرة. واشرب قهوتك. مبارك يا جماعة، مبارك.